رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين تلوين اللعب وتمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير ومرحبا فيكم في حلقة جديدة في برنامج استديو الأبطال المساء عليكم في حلقة الثلاثة وإن شاء الله تواصلكم يكون مستمر ومتابعتكم حلوة من خلال هذه الحلقة مساء الورد لكل الحلوين اللي قاعدين يتابعونا وكل الحلوين اللي جاهزين عشان يتواصلون معنا سواء من خلال تويتر البرنامج أو من خلال الاتصالات صحيح دائما نذكر على السريع بطرق التواصل والمشاركة في البرنامج احنا قربنا على نهاية السيزن الأول يعني في هذه السنة في البرنامج ونبلش السيزن الثاني بألعاب جديدة من الأسبوع القادم بإذن الله في ألعاب جديدة وفقرات جديدة إن شاء الله راح تكون حلوة لكم ودائما احنا نبلشها وفي بداية الأسبوع تكون شوي جديدة عليكم فعشان كذي من الأسبوع الجاي كل فقرة جديدة أو كل شيء جديد نضاف لاستديو الأبطال راح نشرحه وراح نقول شنو الهدف من هذه الفقرة طرق المشاركة طريقة الاتصال الأولى سين أو إس اللي حابين يدق علينا والطريقة الثانية للمشاركة هي at أبطال أندرسكور الراي هو تويتر برنامجنا وإنستغرامنا أبطال أندرسكور الراي ناطرين كل مشاركاتكم الجميلة في أصدقاء دزوا من قبل بداية الحلقة فأنا لازم أقرأ الحين بداية الحلقة أول تغريدات الوصف لنا مرحبا بوجه تحياتي لأخواتي وأخواني نهى وابتهال ومي وأبرار وأمجاد وسلطان وفهد وإبراهيم من أختكم الصغيرة فوفي أيضا سلام وجه تحياتي حق أمي وأبوي وإخواني وآمنة محبتكم أجمل إحساس مرحبا عبود الشعولة تحياتي زهراء البحرينية ولبنت قابوس وأفتخر زهرة البنفسج للملاك الصامت ولفراشة السلطنة من سوسو من السلطنة أيضا عندنا منور البرنامج يا أحلى ثنائي أنتوا أروع مذيعين بتلفزيون الراي الله يوفقكم ويحفظكم برنامج مميز جدا من زوزو من البحرين شكرا يا زوزو أيضا عندنا تغريدة تقول السلام عليكم أنا هاجر من الكويت أبي وجه تحياتي حق حنونة وجوجو تحية كبيرة لكم أيضا يسعد مساكم عبود شعيب منورين أتمنى لكم تقرون تغريدتي وجه تحياتي لمروة وبدر وبدر حليوة لمروة حليوة وبدر حليوة تحياتنا لهم أكيد صحيح تحياتنا للجميع وناخذ الاتصالات أيضا والمشاركات دائما بإرسال سين بالعربي أو أس باللغة الإنجليزية راح يكون هناك عندنا أشياء جديدة من ناحية المشاركات في الاتصالات وأيضا الفقرات الجديدة راح تكون موجودة راح تكون عدسة استديو الأبطال إذا أنت ما تقدر تكون داخل الاستديو راح نبلغكم أول بأول وين راح نكون موجودين علشان راح نصور فعالية معينة أو فقرة معينة أنتوا تقدرون أنكم تكونون فيها وتظهرون من خلال شاشة الرأي وبرنامج استديو الأبطال معنا اتصال ألو ألو فطوم هلا فيك شلونك هلا والله شخبارك شفطومة تمام الحمد لله أنت شخبارك زين الحمد لله حبيبة قلبي قولي لي شنو مشاركتك عندي خاطر أهداء لك حبيبتي تعلمون أنت رائعة بعد عمري أول شيء أنا ببداية أشكرك وبعدين راح أرجع أشكرك مرة ثانية خلينا نسمع الخاطرة هذه إذا كنت في الأرض فأنت ماؤها وإن كنت في السماء فأنت سراجها مشاعل عظيمة أنت كريمة أنت أنت نبض قناة الراي بل أنت نورها بل كلاهما أنت بلا شك ابتسامتك مشاعر تملي محيانا حبيبتي مشاعر مستحيل أكتب وأوافيك فأنت الحب والحنان والعطف أن حكيت كرما فأنت كرمهم وأن حكيت فتنا فأنت فتنهم شكرا لك خليفة ماما أنيسة محبتكم دوما فطوم بنت حضرموت حبيبة قلبي شكرا 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 على كلام الحلو والطيب أكيد هذه شهادة أنا أعتز فيها يا فطومة بنت حضرموت وما قصرت على كلام طيب شكرا يا فطوم ناخذ اتصال آخر ألو 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 محبوبة هلا شانت الحمد لله تمام شخبارت كيف حس أنا ما طلعتي برمضان بس طافت ها إيه محبوبة تفضلي قولي تفضلي وياك هلا يا محبوبة هلا شعرت لانت زين الحمد لله حبيبة قلبي قولي شنو مشاركتك أبوجه تحياتي يلا نسمع تحياتك حبيبتي أبوجه تحياتي حق أمي وأبوي وجدتي وحق عماتي وخالاتي إيه وحق كل اللي قام بوردة الاستديو إيه وبس وشعولة عيوني ممكن رقمك
حياتي شوف انا اعتذر منكم عشان هالشيء لان بقول لكم ليش، بقول لكم شنو السبب. اول شيء شكرا على اتصالك يا محبوبه. ما اقدر اعطي احد رقمي لان بعدين يدقون علي وما اريد يزعلون نفس الناس اللي ضفتهم بالبي بي ام بعدين ما صرت مثلا ارد او ساعات اكون مشغوله اقرا بس ما ارد او يزعلون مني، فعشان تضلون تحبوني وانا اكيد دائما احبكم خلينا نجي للموضوع. صحيح يلا راح نكمل وياكم مشاركات و اتصالات بالإضافة إلى تويتر البرنامج ولكن من بعد هالفيديو كليب. أكيد شكر خاص لدي جي كيد اللي سوى لنا ميكس حق الأغنية هذه، أكيد ما قصر وتحية كبيرة لو ما يقصر معنا، هو دائما يكون موجود معنا في هذا الشيء، فتحية كبيرة لك يا دي جي كيد. إن شاء الله واستمرار التعاون هذا مطلوب من خلال برنامج استديو الأبطال. رح ناخذ اتصالين مع بعض الحين في لعبة سمارت. أول اتصال ألو. هلا. نورة هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك نوره؟ الحمد لله زين. راح نلعب سمارت، عارفه اللعبه يا نوره؟ ها ايه. يلا خلينا ناخذ الاتصال الثاني. الو. الو. وجدان. هلا. يا مرحبا. شنو عاد؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ يعني الواحد يغير بالتحيه شوي، يعني حبيت اني اغير يعني، بس هذا الموضوع. نلعب سمارت. كلها تلعبينها؟ ايه. كلها تفوزين ولا خسرتي مره؟ افوز. كلها تفوزين هالمره؟ جايت لك واحده تخسرك؟ لا.
يعني داشة تحدي؟ يلا يلا شو خليت الحين؟ يلا اوكي خلينا نشوف اللعبة. يلا الان والدبليو الان البداية وياك. ايه وجدان بدون دبليو. دبليو دي دبليو دي لا بدون بدون لا تقولون احرفكم بس قولوا اللتر مال اللاين بس. نوره سي سي وجدان بي بي سكره. شفتي شلون نوره وجدان ايش عبالك عبالك مره تفوزين؟ لا يلا الحين دور منو نوره؟ بي سي بي وجدان سي سي نوره ايش فيك قاعد تركضين؟ دي دي وجدان بي بي سكر والله يعرفون حق اللعبه. يلا نوره ماشيني خايف انا. يلا نوره بي. ها بي بي ايه مركزه. يلا وجدان والله اللعبة مو هينة. ايه ايه اوكي إيه. بعدت شوي عن الشر. يلا نورة ايه ايه قاعد يعبون قاعد يعبون ايه ايه نفس ايه انا ايه يلا ايه وجدان ايه ولا ايه اي 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 نوره كل ما كل ما كل ما طولت كل ما صعبت ترى. يلا ها اي اي نوره نوره هذا الصفقه حق نوره. حلوين وجدان انا كمان افوز ما وين فزتي خسرتي هالمره. يلا ما عليك كان تحدي جميل جدا بين نوره وجدان والفوز من حليف كان نوره. شكرا يا نوره والف مبروك وجدان. يلا ما عليه المرات الجايه لا تقولين اللعبة سهلة وكل مرة ألعبها مرة تفوز ومرة تخسر. شكرا يا بنات. بنكمل حلقتنا مع كل الحلوين اللي قاعد يتابعونا. نطرونا من بعد هالبريك. ردنا وياكم بالفقرة الثانية في حلقتنا اليوم في برنامج استديو الأبطال. راح نرجع لقراءة تويتر البرنامج ونذكر بتويترنا @abtal_الراي والآيباد عند مشاعل. عندنا بنوتة دازت لنا خبر عاجل في سلطنة عمان باقي 4 أيام على الحصة الأولى وأنا بعدني أتلخبط في جدول الضرب وما أعرف أسوي قسمة اللي كانها علامة ما أدري شنو من عاشقة أينشتاين. إذا أنت عاشقة أينشتاين لازم تكوني ذكية نفسها، لازم تاخذين مواصفاته، لازم تحفظين جدول الضرب. انا والله لهاليوم محفظته. مساء الورد الجوري احبكم، ايش اخباركم؟ شعر العبودي منور البرنامج تحياتي بنت قابوس وافتخر ونوف الهاجري وعاشقه عمان من زهره البنفسج. كالوطن انت حينما اتحدث عنك يبتسم كل شيء. عبد الرحمن الله شكرا هلا والله. سفير الكويت دزيلك هما ايه يعني حلو اللقب هذا. سام ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوفك شي سفير قد الدنيا. انت تبي وزير ترى ليش تقولين على اسراري؟ طموحك اي صح. الطموح شيء حلو تعطي حافز حق الابطال اللي قاعد يتابعونا ان هم في يوم من الايام يحطون في راسهم ان ودهم يصيرون شغله مثل هذه. بس ترى سفير تعيش برا كل شيء اوكي. اللي بعيش هنا انا وكل شيء اوكي. تعيش بالكويت؟ اوكي يعني مو كل شيء اوكي. انا عندي انا ما ادري ودي اصير سفيره. لا مو ودي بس بقعد بالكويت انا ما بيسوي شيء. سلام عليكم يا أحلى ثنائي، أوجه تحياتي إلى هلالية ومن قدها وإلى منى وأمي وأبوي والكويت، محبة الاستديو الأبطال، محبة الاستديو، محبة استديو أبطال أريام. أحلى تحياتي إلى مشاعل عبودي فديتكو، إحنا بعد فديناك. مرحبا عبود شعور، أوجه تحياتي للزهراء البحرينية والبنت قابوسة افتخر وزارة بنفسج الملك الصامت لفراش السلطنة من سوسو من السلطنة، تحية كبيرة لك. احبكم وايد شوق من البحرين، احنا بعدين نحبك وايد حبيبتي. مساء الخير عبود شعول منورين، ربي يسعدكم يا رب، شكرا جزيلا. صديقتي التي كلما ساء المزاج كانت اول حاضرين، احبك جدا. ايضا مساء الخير وجه تحياتي حق اضواء وخلاص والاء وزنوب
وزهور ونور وشيماء وفطوم وزينك وكويتي وافتخر بجروب عين سلطان تكفون يرحم والديكم. الحروف اللي ناقصة كتبوها أطلع تني أنا ما أعرف أقرأ. أيضا عبود يقول لك الشرس، عبود أنت ملاك مستحيل ينخلق مثلك بشر. والله أنت الملاك يا شرس حبيبي. الله لا شيء في الدنيا يستفزني أكثر من النفاق والمجاملات من سوسو من سلطنة عمان. صار موضة لازم عشان تمشي حياتك. عبود نعم. يا ما شافت عيني قبلك ألف صورة من الجمال بس ما صادفني مثلك من نونو ناصر. يا أختي استحي. يلا خلينا نكمل بعد. مرحبا عبود وشعول نورين. أود أكبر تحية لكم. عبوب شكلي أنا استحت. عبود أنت سبب سعادتنا، الله يخليك لنا ولا يحرمنا منك يا الغالي. من مروي من الإمارات. تسلمين يا مروي، شكرا على الكلام الجميل، مشكورين كلكم ويعطيكم ألف عافية على الكلام اللي قاعد تقولونه، وإن شاء الله هالمحبة تدوم يا رب بيننا وبينكم ويدوم هالبرنامج في متابعتكم. ناخذ اتصال. جنة. ألو. السلام عليكم. نعم. شلونك جنة؟ وعليك السلام. زينة. تسمعيني من التليفون ولا التلفزيون؟ كيفك انت اختاري. التلفزيون. لا تكفي خلي التليفون. اوكي اوكي علي سألتك. المهم جنة نلعب. اي 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 يلا سيارات. اوكي اوكي يلا مع اتصال ثاني ان شاء الله. ريتاج. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ريتاج؟ تمام الحمد لله. تعرفين جنة ولا ما تعرفينها؟ لا ما اعرفها. قولي لها جنة شلونك، انت راح تباريني بالسيارات سولفوا شويه. يلا كلميها. السلام. سلام. شلونك؟ زينة. بس يلا خلينا تباره. اي صح. اوكي يا سلام. منو اللي قال يلا خلينا تباره؟ انا. منو انت؟ جنة. اي اي لا يلا ريتاج. اوكي خلينا نلعب لعبه السيارات. يلا تسالون بعض ايش رايكم؟ اوكي اوكي كل واحده تسال الثانيه سؤال. اوكي اجابته صح وخطا. يلا جنى سالي. لا ريتاج سالي جنى. اشتريت اغراض المدرسه؟ لا خوش اسئله والله. شنو شايف ضحى هذا؟ مو اسئله. لا لا لازم اسئله اسئلتنا يعني. يلا جنى سؤالك يقول. جنى تقع تركيا بين قارتي آسيا وأفريقيا صح أو خطأ؟ خطأ. كان السؤال حق جنى. أخاف أنتوا أهل وأنا ما أدري يمكن قاعد تتفقون علي. جنى خطوة قدام بالسيارة. يلا خلينا نشوف سيارة خطوة قدام. نرجع حق أرصاد الجوية. نرجع حق رتاج. رتاج السؤال يقول باريس لندن موسكو عواصم للقارة الأوروبية صح أو خطأ؟ صح. إجابة صحيحة. خطوة قدام. ننتقل حق جنة. جنة السؤال يقول أول مؤذن في الإسلام هو بلال بن رباح صح أو خطأ؟ صح. أوكي يلا صح إجابة صحيحة. خطوة قدام. ننتقل للسؤال الثاني حق رتاج. سؤال يقول عدد الصلوات المفروضة على المسلم 6 صلوات صح أو خطأ؟ خطأ. برافو عليك. خطوة قدام. آخر سؤال لي جنة. وين خطوة قدام لرتاج؟ أيوة الحين أنتوا بالمرحلة النهائية الأخيرة. السؤال حق رتاج. جنة سؤالك يقول علاج الإنسان من الأمراض هي وظيفة الطبيب صح أو خطأ؟ صح. إجابة صحيحة. الحين ننتقل للسؤال الأخير لرتاج. أكبر جزيرة مساحة في دولة الكويت هي جزيرة كبر خطأ. بوبيان هي أكبر الجزر مساحة. شكرا لكم يا بنات وإجابات صحيحة ودقيقة وعندكم معلومات حلوة علشان كذي جاوبتوا إجابات صحيحة. يلا تفضلي جنى وجهي تحياتك حق أمي وبوي وحق خالاتي وخوالي وحق يدتي ويدي وبس. شكرا لك يا جنى. جنى أعطينا رتاج فرصة أنها تسأل سؤال. لو كان عندك سؤال سألتي رتاج حق لعبة السيارات شنو ممكن تسألينها إجابتها صح وخطأ؟ شنو ببالك سؤال معين تسألينها؟ ألو؟ توت توت توت. خلاص أنا آسف إن أنا قلت. يلا مع السلامة. شكرا. أكيد تحية كبيرة حق كل أصدقائي اللي بتواصل معنا. تحية كبيرة حق صديقتي العزيزة
العنود اللي قلت لك سلمتها الكورس الطاف اللي تقول ذا نيكست نيكست إيه؟ هي قاعده تتابعنا الحين فتحيه كبيره لها وراح افقدها الكورس من غير شر انها هي مو معي ولا مده. يلا ما عليه العنود نبي ناطرين جديدك بالانجليزي. اي ان شاء الله هالكورس ما في انجليزي احنا الحمد لله يا رب ننطر شويه بعدين ناخذ انجليزي مره ثانيه. وابي اوجه تحيه كبيره للبنوت الحلوه اللي دائما لما اسمع صوتها احس بسعاده مو طبيعيه. هالبنت بنت رائعه جدا ودائما تدعي لي ودائما تقول لي كلمات طيبه. فاتن اكيد من المملكه العربيه السعوديه احلى تحيه لك يا الغاليه. وانا فعلا جد لما يكون في اتصال منك اكون سعيده في غايه السعاده. فتحيه كبيره لك ودائما ان شاء الله احب اسمع صوتك. شكرا جزيلا. انا حتى في واحد بالديوانيه عندنا كان معصب لان تعرفين واحد لما شخص يتحرش بواحد فهو يعني بيقطع بالانجليزي بيقول يعني نيكست هو قصده كان يقول انف انف يعني اللي بعده. فشكرا يا مستر انف وناطرين ايضا جديدك من موضوع الانجليزي. وايضا وجه تحيه حق عادل. تحيه كبيره لك يا عادل اكيد منورنا وان شاء الله راح تشوفوا مفاجات مع عادل في برنامج سد الابطال ان شاء الله. راح يخفي مشاعل ويطلعها شيء ثاني. وين اروح وين وين اروح؟ هذا هو خفه يد يسمونها عادل عارف يسوي كذا. اي عادل يمكن اختفي ما تدري. لا 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 هو يخفيك ويطلع شيء ثاني ويردك مره ثانيه. الله تعالى عادل انزل. لا ان شاء الله ترقب مفاجاه عادل اكيد في برنامج سد الابطال. حيكون في شيء رائع في هذا البرنامج. كل عليكم انكم تتابعونا دائما عشان تعرفون متى راح ينورنا عادل من خلال حلقاتنا. وايضا بوجه تحيه كبيره حق اسرته الكريمه. صحيح ان شاء الله بالايام الجايه راح نشوف عادل وكل الابطال راح يتعرفون على صديقنا عادل من خلال الالعاب اللي راح يقدم لنا اياها. ما في شيء اسمه ماجيك، في شيء اسمه خفة يد. صح. فهو يمتاز بهذه الميزة. احنا المفروض انه ما نقول بس ما شاء الله يعني ما خلينا شيء ما قلنا. خلينا نقول لكم الفقرة اللي بعدها شنو. يلا اتصال. الو اسراء. الو اسراء شلونك؟ الحمد لله. يلا لا ذك خلقك مشاعر وياك تفضلي. الو اسراء. الو السلام عليكم. عليكم شلونك حياتي زينة؟ أحبك وايد حياتي. أنا بعد أحبك وايد عمري أنتي وإن شاء الله يا رب ألتقي فيك عن قريب. أسراء قولي لي حابين إيش تلعبين ولا حابين إيش وجهين تحياتك؟ شنو مشاركتك حبيبي؟ أنت حلوة وايد. شنو؟ أنت حلوة وايد. أنت بعد حلوة وايد حياتي والله عمري يا أسراء حبيبة قلبي أنتي. أسراء حاضر راح نلعب مع بعض. يلا الحين نشوف مع بعض لعبتك على الشاشة يا أسراء يا حلوة. يلا اسراء اختاري رقم. خمسة. شنو حبيبي؟ خمسة. خمسة. غني بسرعة أو قولي باس. 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 يلا رقم ثاني. ستة. ستة. أو نو. غيرة. ثمانية. ثمانية. غني أو قولي باس. باس. يبقى أنا غني بدالها. يلا اللي بعده. حلوة الأغنية. أغني بطلهم سنتينهم. يلا غني. طفشانة طفشانة. يلا بطل الثانية. أوكي إسراء بعد اختاري رقم غيره. أربعة. أربعة. يا رب يطلع الكاس. غني بسرعة. أدوات مدرسية أمس تكلمنا عنه. مبري شنو هو؟ قلم. شنو؟ قلم رسام. كفو والله صفقولها. صفقولها أنا بصفق لك والله. صفق عبد الله. لا عبد الله لحظة اسرع لحظة بنسوي لك تشجيع جديد. يلا عبد الله عطنا نغمة. لا مو شي تشجيع بس هذا حظه. لا سوي شي هذا خلي تشجيع عيد ميلاد كل المشاركات. يلا كذي تبين؟ اي ما احس ان ابي شيء اعرفه. هذه اكيد تحية كبيرة لك اسرع. اسمي الحلم العربي معنا. احنا بس نعرف عيد ميلاد والحلم العربي. باي باي اسراء فزتي معنا حبيبة قلبي ان شاء الله دائما اسمع صوتك لان انا وايد احبك اسراء. شنو تبي تقول عبد الله قول؟ قلت ما كنت مركزه كنت بشكر اسراء. ودي اعزف الحلم العربي. ناخذ اتصال. ود الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شو الاسم الحلو؟ والشكل الحلو؟ ود الو الو نعم شلونك ود شنو؟ ودي ياسر. شنو؟ ود ياسر. ود ياسر ونعم فيك يا ود. صديقتنا من وين؟ من عمان. من عمان والله والنعم لان الكنترول قال لنا من السعوديه الظاهر عنده مخربط فمن عمان. تحيه كبيره لاهل عمان كلهم ولكل متابعينا ومشاركينا في البرنامج. ود نلعب؟
أوجه تحياتي. ما تبين تلعبين بعدين نوجه تحياتنا؟ ألعب. يلا خلنا نلعب، خلنا نشوف لعبة ود، لعبة البازل. يلا يا ود، عندك 10 ثواني تركزين على سبونج بوب. بالنص وبالزوايا علشان تركبينها. لأن بعد نهاية العشر ثواني تتقطع الصورة وتركبينها ب 45 ثانية، الوقت وياك، تفضلي. اختاري اللتر والرقم. دي 4. دي 4. نيكست. إناف. C7. نيكست. إناف. E6. صح، باقي ثنتين. G2. نعم. وآخر حبة F9. F شنو هذه؟ شلون تركب F9؟ هي تركبت بروحها، كانت هدية لك يا ود، شكرا لك. بروحك عرفتي شلون تركبين الصورة بدون لا أحد يساعدك، فأنتي شاطرة في هذه اللعبة. تحياتك. حد أمي. قولي. أوجه تحياتي. إيه؟ حد اختياتي. وبعد. فلوس. انت ومشاعر. شكرا. تسلمين يا الغالية، مشكورة ود، وإن شاء الله مرة ثانية نسمع صوتك في البرنامج. شكرا لكل الحلوين قاعد يتابعونا. برجع أقرأ التغريدات الموجودة معنا. كل دمعة تنزل باسمك، كل دقة بقلبي تقول أحبك يا مشاعر. شكرا. أنا الأميرة، تحية كبيرة لك يا أميرة. إن كان لديك روح كروح عبد الله مال الله، فاشكر الله دائما لأن رزقك روح جميلة. الحمد لله. قول شكرا. لا شكرا، الحمد لله على كل حال. ايوه حق اللي دز التغريده. سلام شعول عبود، اخباركم يا ودعي؟ ربي يحفظكم لنا. اوجه اكبر تحيه لشعول والعنود من السلطنه، تسلم عليكم. ماجد المطيري، تحيه كبيره لك يا ماجد المطيري. وايضا عندنا مساء الخير شعوله منوره، حبيت اوجه تحياتي خاصه لشخص ذهب وبقيت ذكريات معاي، تمنيت لو بقى وذهبت الذكريات. تحياتي بنت المطيري. كان ودي ارد على التغريده هذه بس ما راح ارد عليها عشان اقول لك شغله حلوة. بنكمل حلقتنا معاكم، عندنا بريك. بريك. ردنا وياكم من بعد الفاصل في الفقرة الثالثة في حلقتنا اليوم في برنامج استديو الأبطال. نرجع لتويتر مرة ثانية، وإحنا دائما نذكر عدد الأبطال قل زادت المشاركات في تويتر أو الاتصالات. عدد الأبطال زاد، زادت المشاركات والتواجد داخل الاستديو، وقلت المشاركات في تويتر البرنامج. راح أقرأ تغريدات اللي موجودة. السلام عليكم نورين عبود الشعولة، ربي يحفظكم، الله لا يحرمنا من هالطلة الحلوة، أنا أحبكم وايد. صالح المالكي من السعودية، تحية كبيرة لك. أيضا في تغريدة تقول ليس الكفيف الذي أصبح بلا بصر، إني أرى من ذوي الأبصار عميانة، من جروب بنات السلطنة، تحية كبيرة لك. عجبني الكلام اللي كتبتها. مساء الخير منورين يا أحلى ثنائي، وجه تحياتي حق يوسف المطرفي وحق فهد المطرفي، وتحية حق أمي، وتحياتي حق هدوي من الخفجي، تحية كبيرة لكم. مساء جميل كجمال قلوبكم عبود وشعولة، منورين حبايب قلبي. أقول عبودي أنت أجمل نعمة الله رزقنا فيها، وأحبكم وايد. من بثون. بس منو بثون؟ بثون، هلا بثون، شلونك؟ عسل بثون. بثون اتصل علينا اليوم، اتصلوا على بثون، خلينا نسمع صوتها يا بعد الكليب او الفقره الاخيره. حلو زين. اتمنى اكون صديقه البرنامج، تحياتي عمانيه والمشيه سلطانيه، تحيه كبيره لك. ايضا وش اوصف فيك يا مكثر حلاك، كل شيء فيك زين، انت لا منور. عبود من زهراء، تحيه حق زهراء، اتصلوا عليها الفقره الجايه او بعد الكليب. ايضا عندنا نورين شعول عبود، وجه تحياتي لصديقات البرنامج كلهم، اقول لفاتن ابدعت باتصالك. شنو ابدعت؟ ابدعت باتصالك. في الف بينهم هذا ابدعتي باتصالك امس من سوسو الرشيدي. فعلا هي دائما اتصالاتها ابداع في ابداع. وسوسو الرشيدي مره قاعده اتابع حلقه تاكل شباب، ولا سوسو الرشيدي متواصله معاهم، فقاعد أقول يا حليلها إن شلون هي تتابع برامجه دائما وتتواصل معنا. فتحية كبيرة لسوسو الرشيدي، نوقع وياها احتكار إن شاء الله. أيضا في مساء الورد والجوري، أحب أوجه تحياتي لك شعول عبودي، أنا أحبكم جودي
من السعودية احنا بعد نحبك. السلام عليكم، انا احبك شعول انت وعبود، وجه تحية الى هلالية ومين قدها ومنوش، ولك انت وعبود محبتكم مهاوي. مهاوي تصل عليها بعد. مساءكم رحمة من المنان تغمركم بإذن الله، منورين عبود وشعولة من عواطف المطيري. شكرا جزيلا يا عواطف وتحية كبيرة لك. شكرا يا عواطف، هم اخذوها اتصال. ناخذ اتصال حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. السلام حنان، شلونك؟ الحمد لله. شلونك عبود؟ والله تمام وأنا بخير، أنت شلونك؟ تمام الحمد لله. شلون الأهل؟ تمام الحمد لله. تفضل يا حنان. أوجه تحياتي. ونلعب. أوكي. هي ترى الهدف من الاتصالات هو اللعب، بس ما شاء الله الأصدقاء الكل يبي بس يوجه تحياته، فإحنا نقول نلعب ونوجه تحياتنا، أوكي؟ أوكي. يلا خلينا نشوف اللعبة. يلا لازم تعرفين شنو الصورة اللي موجودة ولا ورا هالأرقام. ولد أربعة. أربعة. يا سلام، بدون أي تعب وديليفري بعد يبنى لك إياها، يعني حتى ما تروحين المطعم. شنو الصورة حنان؟ شنو؟ أنا مو ها زين، شلون قاعد تلعبين يعني اخترتي أربعة؟ عشان عرفت اللعبة. ما اسمع. أقول عرفت اللعبة. يعرفتها بس لازم تعرفين شنو الصورة، فإذا ما في تلفزيون ما تعرفين شنو الصورة. الحين طلعت الصورة كاملة، أنت فزتي فيها، تخيلي على النية. الحمد لله النية صافية. بس شنو الصورة عاد؟ خل نسوي لك إياها لغز، إيش رأيك؟ الواحد لما يوع ويبي شيء سريع وخفيف شنو يسوي له؟ ساندويتش صمونة. حنان خلاص وجهي تحياتك، خلاص ما راح اسال ولا من هسه. حنان واحد كاي موجوده. كاي حنان، يلا حنان قولي تحياتك. حقك حق شعولة. تسلمين. حق فيوزة. روح الكرار وبسينة وبس. إنزين ليش ما نسولف وياك ما تردين علي تسكتين؟ أوكي شكرا، مع السلامة. مع السلامة يا حنان، وشكرا على اتصالك. راح نروح مع بعض الحين. لحظة قبل نروح الحين، أنت لما تيوعين شنو أسرع شيء تسوينه؟ أنت ما تسوين ساندويتش. أي شنو؟ قولي صدق. شيء تحبينه أنا أعرفه. شنو؟ شيء كذي إذا يأت أي مشاعر، إذا يأت لازم تسوي. لا لا شنو؟ إذا نقول شنو شيء كذي نحط و إيه عبد الله. أوكي إيش دعوة شنو؟ ما قلنا شيء. بطاطا دقوس، خلينا نشوف الفيديو كليب. Yeah.
هذا الاوبريت الجميل. انا ما ادري يعني ما اتخيل شو راح تكون ردة فعلي لو كنت انا موجوده في حزتها، يعني طاير من الفرحه. والله اتوقع طول الاوبريت راح اقعد ابكي، ما ادري منك يعني تحس شيء داخلك تخنقك العبره. فيعني ان شاء الله يا رب اذا صارت الاوبريتات الجايه ان شاء الله نكون موجودين. ابي اكون موجوده، ابي اشوف شنو يعني تخيل هالحدث، يعني شيء حلو. احنا مو مجرد اغنيه احنا قاعدين نعرضها ونشوفها وشي، انه شوف الاطفال شلون مستانسين بحضور صاحب السمو اكيد الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح الله يحفظه لنا ان شاء الله يا رب اكيد، والحكومه الرشيده ان كلهم موجودين، انه يعني شعور حلو. واذا كان في اوبريت انا احب اني اشارك فيه. صحيح، لا تقدرين تشاركين على فكره، يعني حتى ان اتوقع انا كل اللي اشوفه في لوحات يكون فيها بنات كبار بعمرك يعني يقدرون يشاركون. لا تلبسين دراعه؟ لا انا ما ابي شو اسمه، ما تبكون لوحه؟ لا تبين كرسي؟ ايه ايه انا ما ابي عاد هني ما ابي. لا ما ابي. انا ممكن اخليك بال يعني مخرج، يعني انا ممكن اخليك بالستيج يعني أنا. لا لا اكيد. تحيه كبيره على كل القائمين على البرتات الجميله التي تقام لهالديره الحبيبه. نرجع نكمل تغريداتنا يلا. يسعد مساك مع عبود الشعور منورين يا جميلين، تحياتي لكم والماجد ولكل صديقات البرنامج من اصال قحطاني. تحيه كبيره لك يا اصال القحطاني، احبكم وايد. عبود الشعور اوجه تحيه لفدوه فؤاد، تحيه كبيره لها ولك. احب اوجه تحياتي لجواهر وعائشه وراف وغلا وحلا، فديتك يا بنات المدينه. تحيه كبيره لهم ايضا. في البعد وفي القرب هناك قلب صغير يفكر بكم، من شموخ الوردة إلى شعولة أكبر تحية. شكرا جزيلا. أيضا عندنا هاي شعولة شونك، عساك بخير والله أنا مأكتب جميل برنامج جديد طلع حبكم مرة وحبتكم طيف، تحية كبيرة لك يا طيف. أيضا عندنا لا تزون تغريدة كذا مرة عشان في ناس قاعد تزعل نحن ما قلت تغريداتهم. مقاعد الحب تحمل شخصين لا أكثر، شعولة وعبود. من هديل تحية كبيرة لك يا هديل. مساء أحب وعطر ومسك وجوري يا أحلى ثنائي على قلبي، أنا أهنيكم على هذا البرنامج أكثر من روعة، حياة الجزائرية. شكرا يا حياة وحق كل اللي شاركوا ويانا. من بعد البريك قررنا كالآتي، راح تكون مشاعل مع ردة سلوم يسولف وياها من بعد البريك بالفقرة الأخيرة. سلام سلوم، شلونك شخبارك؟ ايش رايك بلبس العيد؟ اي ما غيرته. اي انا اختار بس لون اخضر. ليش؟ كله دشداشه خضراء، دشداشه خضراء. اي حلو نايس لوك. قول لي سلوم، شريت ملابس العيد؟ ملابس عيد، ملابس مدرسه؟ لا للحين. متى بتروح؟ اشتري يعني؟ اي وياك. ما عندي مدرسه، انا عندي جامعه. لا انت وديني. انا وديك؟ اي. زين ليش مو اقرب واحد لك يوديك؟ اقرب منو بالطاوله خلينا نشوف. اقرب واحد اللي بظلك اللي وراك منو؟ ها منو هذا؟ ما بي. ليش ما تبي؟ سفرته مو حلوه. صدق؟ ايه. ايه انت من السفره للحمايات؟ ايه مع جوازي هناك. توك راد الديره يعني؟ الحمد لله. ايه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك مشاعل، شلونك؟ زينه. شنو هاللبس الجديد؟ ثانك يو، كل يوم البس جديد. اللوك اقصدي اللوك الجديد. ثانك يو سلوم. يسعدني. سلوم شنو تشتري جنطه؟ اي لون؟ والله احب الجنطه البيضه بس بيضه؟ يعني اي بس يقولون لي بسرعه تتوسخ. صح، فما اشتري بيضه. شنو اللون الثاني اللي ممكن تشتري؟ احب السوداء. جنطه سوداء؟ بس ما اشتريها. اذا انت بتروح اي صف؟ انا؟ لحظه، تحبي سوداء بس ما تشتريها؟ اي عيل شنو تشتري؟ احب بسرعه تتوسخ. عشان تشتري؟ ما راح اشتري كذي. ها عشان تاخذ كتبك؟ انا احب السير نفس اول. انت قديم. ايه انزين شنو تبي تقول حق اصدقائنا بما انك انت رجعت من بعد هالغيبه؟ انا يعني والله بس بقول ان اشكر الفانز اللي عندي انهم يعني دائما يشاركون ودائما يسالون عني، وابي اقول حق كل الاصدقاء انا مشتاق لكم وايد، وان شاء الله الاسبوع الجاي كل مره اي ويكون عندي شيء مفيد مو بس كذي لوك لوك.
صح شطور. انزين ايش رايك نقرا تغريدات ولا تبي تاخذ اتصال؟ انا عن رايي ايه ناخذ اتصال. يلا قول الو. الو الو الجازي. الو 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 هلا الجازي. سلام عليكم. وعليكم السلام. وياك سلوم عرفتيني؟ اي عرفتك. الجازي تبين تلعبين؟ اي بلعب بس بغني والعب. شفتي مشاعر عرفتني. ايه شطور انت. شو عمالك؟ مشهور. يلا خلينا نشوف اللعبة. حق امي. نشوف اللعبة اول شيء. اوكي. يلا شفيني قاعدة انزل. يلا لعبة البازل. قصي صوت التلفزيون. يلا ما بيها بنت بحق امي. لا ما يصير. حطينا لك اللعبة. اوكي خلاص بلعبها بعدين. يلا وصلي كاي لعبة قدامك. اوكي. اي تو يلا بعد دي ستة. اوكي صح بعد. بي فور. سي سبعة. ما في سي. اف سبعة. اوكي اخر واحدة. اف اي ثمانية. صح شطورة. شفتي حليتيها كلها ما يبي لها شيء سهلة. يلا الحين بتغنين؟ لا بنشد حق امي. تنشدين؟ ايه. يلا نسمع. عشان امي جابت بيبي. شنو؟ عشان امي جابت بيبي. جابت بيبي تربى بعزكم ان شاء الله. خلي لكم. يلا قولي. شنو تسميها؟ امين. شنو تسميها؟ ماما جابت بيبي. بيبي حلو صغير. يا الله حبيبي شو ذكي الغربة حبيبي بإم الحمد. أنا المال اللي مني العيون الحلوة غني ادعي لي طول العمر. يلا تنام يلا تفهم وحبيبي الطيحة مام رحلي يا حمام لا تطول بالعين. خلاص؟ ايه. يلا انا بصفق لك صفقه كبيره وسلم يبي يقول لك شيء. انا قاعده اتكلم. سألتي سؤال ليش ما جاوبتيني؟ شنو؟ شنو اسم البيبي؟ اسمه وهاب. وهاب. هي سبي. سبي. يلا قول لهم يتربى بعزكم ان شاء الله. يتربى بعزكم. يلا شكرا يا بنوتة يا حلوة على الاتصال وباي باي. سلمت بتقول شيء؟ شنو؟ تبي تقول شيء؟ اي شنو؟ ابي اقول شكرا حق الاصدقاء اللي ولهوا علي. اوكي عبود وميشو الله لا يحرمنا منكم من الاميرة. شكرا يا نعم اميرة. نعم شنو؟ هذه يعني بدلية. اي بدلية؟ اي شنو؟ شنو؟ انت شنو قلت؟ لحظة تعبت خلينا انزل. يلا خلينا نقرا التغريدات. يسعد مساء اروع قمرين على قناه الراي شعول عبد الله منورين وجهتي لفراشه السلطنه من الملاك سامي. تحيه كبيره لك. العقول ثلاث مستويات: عقول راقيه، عقول تتكلم في الافكار، عقول متوسطه تتكلم في الاحداث، وعقول صغيره تتكلم عن الناس. تحياتي لكم يسرى من مصر. تحيه كبيره لك يا يسرى من مصر. ايضا عندنا شو قاعد تسوي؟ قاعد انظف الطاولة. هذا الاخ حاطين دهنيه كله بصماته. يلا لما اكلمكم عن عبد الله ومشاعل يعني انا جالسه اكلمكم عن جنه تحت السماء من اضواء. شكرا جزيلا يا اضواء على هالكلام الطيب. ايضا عند ايش فيك؟ ها 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 هذا يلا تحية. لما يختار بسيني هو يجي هو ما يشتغل ما ادري شو الفائده. خلنا نكمل.
والله قوم خليهم يصورون لك وانت قاعد تحت يزعلني. ايضا عندنا مساء الورد يا احلى مذيعين مشاعر على درجه تحياتي حق امجاد شوشو ميجو وحق آل المدينه المنوره معاكم هديل الحربي تحيه كبيره لك يا هديل الحربي. للكرسي ارجل لكنه لا يسير، للقلم ريشه لكنه لا يطير، للساعه عقارب لكنها لا تلسع، للكثير قلوب لكنهم لا يشعرون. اوكي ايضا عندي سام موجود تحتي حق عبود وشعوله احبكم وايد من محبتكم مها عبد الرحيم احبكم حيل واحب اتابع برنامجكم كل يوم ثانك يو سو ماتش. ايضا عبود وشعوله حديثكم عافيه وعيناكم عافيه مساءكم عافيه احبكم وايد عبود شعوله عبود شعوله عبود شعوله. شنو انا شنو انت شنو شنو انت تشوف احد داز لك شيء ولا لا؟ اي انطر دزولي تكفون وايد طولت تغريدات الله يخليكم دزولي كا قايلي لك منور سلوم الله يحفظك سلوم مشتاقين لك حيل من سوسو رشيدي اكيد هلا سلوم وحشني حيل بنت الجنوب بشوف يا قا شنو كا بشيك يعني هاك شيك ها تاكد زين شلون يعني انت عينك تحت وراسك فوق لا هو شو اسمه قريت ولا لا؟ اعطني ابي اكمل ابي اكمل التغريدات سكره هات مشان مشكور عبد الله اخي سلوم يلا ناخذ اخر اتصال في حلقتنا اليوم خوش خوش اتمنى اتمنى على يوم تدش هذه الكاميرا وتصور ما يصير يصير فقره هذه يلا ناخذ اتصال معنا الو بثينة هلا شعوله شلونك حياتي الحمد لله بخير انت شو اخبارك حبيبتي زينه الحمد لله يا بعد عمري بس يا سلام هلا حبيبتي عمري تبي تسولفين ويا سلوم اي اوكي يلا كلمي سلام عليكم بثينه عليكم السلام هلا والله شلونك الحمد لله تمام انت شو اخبارك تمام انا الحمد لله دوم ان شاء الله بثينه هلا بثينه نعم مو انا هذا عبود اي عبود بس بالكواليس تبين تلعبين؟ اوكي عادي ولك وجه تحياتي يلا وجه تحياتك اوكي اواجه اكبر تحيه حق عبود واقول انه احبه وايد وانه منور الشاشه تسلمين شكرا والله لا يحرمنا من طلبتها الحلوه وحق شعوله حبيبه قلبي ثانك يو حبيبتي منوره حبيبتي شكرا وحق جروب الشاق شعور وجروب الشاق ماجد حق ماجد اقول الله يعطيك العافيه حق جروب الشاق عبود وحق كل ربيعاتي واحبكم كلكم حبيبتي اكيد احنا نحبك وايد يا بثون واكيد انت عزيزه علينا شنو سلم ايش فيك غرس ما ادري يعني انا شنو هني ايه عشان ما ادري اسوي فقره خلاص سالت بتروح لا في وايد ازغاد الزينه اغير واصير ميكي ماوس صير ميكي ماوس هذا اكيد عبد الله ما له حل شكرا يا عبد الله شكرا يا سلوم شكرا لكل الاصدقاء قاعد يتابعونا شكرا الاصدقاء اللي غردوا وما قدرنا نقرا تغريداته شوفكم على خير مع السلامة رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 تلوين لعبوا تمارين يلا يا اطفال يلا يا حلوين راح نسال ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسه وبيت وملعب استديو العب باركين